عليكم خوتي اخواتي صحابي صحباتي انغيغيشات ديال قلبي انتي وانت وانتوما كاملين بلاتي نحيدو هاد النظر دوخوني واخا هما ما عندهمش هذيك اللعيبه اللي هنا واني هما دوخوني كراجلو ليا عينيا. المهم علينا كي دايرين لاباس عليكم بخير هانين مهنين ناشطين ماشطين المزايك قراي وسليم كنتمنى يا ربي نلقاكم هاد الفيديو بخير وعلى خير يا ربي امين. المهم اليوم الفيديو على اللحم بالبرقوق ومن لا يعرفه هذا اللحم بطريقتي الخاصه كنتمنى يعجبكم كيجي واعر بنين 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 من داك احسن من داكشي ديال العراسات وداكشي اللي كيجي البرقوق كامعنزز وباسل ما زوين ما والو هذا عتي راه واعر اجربوه. البنه اللي كتقلب على البنه ولا اللي كيقلب على البنه يتفرج في هذا الفيديو حتى الاخر كنتمنى يعجبكم كنتمنى تتابعوه وعاشركم مبروكه وعافاكم ما تنساوش ديروا لي على لايك الا كنتو مازال عندكم هذيك اللعيبه بالحمار اللي لتحت يعني باقي ما اشتركتوش اشتركوا عندي حتى تولي بالكري وفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي وشكرا لكم وكنتمنى تخلوا لي شي كومونتير كوينين طير صغير باش تشجعوني وصافي وكنحمق عليكم وكنبغيكم والله العظيم الا كنفرح من قلبي فاش كندير لكم شي فيديو غير الظروف اللي ما كتساعدنيش باش نبقى نحط لكم كل نهار. المهم نحاول وصافي مشاو لي بزاف بزاف تاع الفيديوهات راه شي 100 فيديو اللي مشات ليا داكشي علاش كنعاود غير من ازير ودقه دقه وصافي كنحاول نقلب على هاد الفيديوهات القدام القلالين اللي باقيين عندي نعاود فيهم المونتاج وصافي. المهم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وكنحمق عليكم نقلبوا شويه الانجليزيه ونتلاقاو وصافي ومح عليكم. هاي فريندز هاي جايز هاو ار يو I hope you are very very good. Today it's a new video here. I hope you will watch it and I hope the first things you can do like for this video and you can share it with your friends, leave comment for cheer up me and thank you so much. Today I want to do just dishes for meat, this meat with apricot or I don't know how I can say it. I think you will see everything in this video and you will understand it because you know me guys, my English is not so good and please just keep watching me and enjoy this video and I love you guys, see you later, bye! Daba, let's go my friends! Hi أصدقائي! احنا رجعنا عاوتاني. المهم هادو الحيمات ياكم كيف ما كتشوفوا بسم الله عليكم بسم الله وهذه البصيلة ديالنا ها هي اشنو درت فيهم انا درت فيهم هنا يا خوتي يا خواتاتي يا سيادي يا للاواتي. المهم درت فيهم البصله درت فيهم الحيمات ما شهيتكم بسم الله عليكم نتوما في عار الله ودرت فيهم البزار سكين جبير الخرقوم البلدي الخرقوم ديال الكرتونه شويه ديال ضامنت البنه واحد الفريتيتا درت ليهم مليحه واخا تقادات لي الملحه المهم يجي مسوس هادشي ماشي مشكل واحد نصيص تاع حامضه مصيره شويه كوكات القرفه السكين جبير والسمن صافي ونسيت الثومه ويلي 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 ودابا غنقطع فيهم الثومه وغنردهم يتشحروا لينا هاد الحيمات بالبرقوق ونرد البرقوق حتى هو يتسلق هاني معكم احبابي وحباباتي هاني معكم. المهم خوتي خواتاتي ها هو نزدت هذاك الثومه قطعتها تقريبا واحد ثلاثة كدير هذا واحد شويه مطيشه واحد الربيع تاع مطيشه وانا نديرو حتى هو فيه واخا ما كدارش فيه مطيشه واني انا درتها فيه. خوتي خواتاتي انا رجعت لكم كيف ما شفتوا هنايا البصيله ديالنا واللحيمه والتوابل واحد الريحه النار يا سلام يا سلام يا سلام ادي ايه حلوي حلوي الكاد الغرام لا ماشي الغرام ادي ايه حلو هذا الشيء اللي طالع هذا الريحه الزينه اللي طالعه. المهم الريحه واعره ومع الثومه راني نزلتها اللي كنت نسيت نخليهم يتشحروا لي مزيان مزيان غادي نبلل وغادي نسد عليهم الكوكوط ونقص ندير السكر ونقص على اقل مهلها نخليها تطيب على خاطر خاطره باش ديك الحيمه تعلق لينا. هنا خوتي خواتاتي كيف ما كتشوفوا انا شعلت على داك اللحم بالبرقوق ديال داك البرقوق ماشي اللحم البرقوق باش نسلقو ومن بعد نرجع لكم ما تهربوش تهربوش. ودابا خوتي خواتاتي راني زايده البوطه غير حتى تصفر لي الكوكوت. المهم ما تضحكوش لي على كوكوتي الله يرحم بها الوالدين ما تضحكوش الله يتمحكو كتبان لكم هكا راه هي سابق في هذا الشيء شبيت ندير ليها. وهذا هو بدا كيتغلى شفتوا البرقوق ديالنا بدا كيتغلى ها هو. المهم خوتي خواتاتي ها هو هذا الشيء ديالنا بدا كيتغلى هذا البرقوق والصفاره تاع الكوكوت
الا كنتي كتسمعوها راه بدات كتصفر، داكشي علاش غادي نقص بوطه نقص نقص نقص، داكشي علاش غنقص عليها خوتي خواتاتي كيفما كتشوفوا. ها هي خوتي خواتاتي، ها هو داك البريقات ديالنا من بعد ما تسلقوا لينا مزيان، شديت هذاك الماء حيدته شللته مزيان مزيان. دابا درت الماء، درت واحد جوج المعالق تاع السنيده مع جوج معالق تاع الزبده، عندي مارغرين. هاد الزبده كتخلي داك البريون تبي كيخلي كيبري كيجي زوين. ما بغيتوش ديروه، بغيتو ديروه باش كنت الزيت ديروه شويه الزيت، غنخليهم يتعسلوا. من بعد هاد الشيء غنزيدوا على داك الخليط تاع داك المرق باش كيولي واعر. هذا هو السر، هاد الشيء عطاتو ليا ماما سر تعسلته، هذا انكم هاد الشيء اللي يعني هاد البرقوق فاش غادي يتعسل غادي ترجعوه لهداك المرقه تكبوه بقمنها كتجيب بنينه، واخا الشكل ما كيجيش شي شكل زوين، يعني كتجي هذيك البصله وداك الشيء فوق من هذاك البرقوق، واني والله حتى كتجي واعره وبنينه وزوينه. وبالتجربه جربوها والله حتى غتعجبكم. خوتي خواتاتي، انا رجعت لكم هذا الشيء ملي بديت عسل، نسيت واحد الحاجه ما قلتش لكم، وهي اننا خصنا نديروا القرفه. القرفه سبحان الله العظيم وليت كنسى بزاف. صافي هي اشرف الزهايمر انا على المهم تمشيت فيها. المهم ها هو دابا غادي نحل على الكوكوت وغادي نشد هادشي نشقلبو ونقلبو مع هاد الحيمات وهاني معاكم. المهم خوتي خواتاتي، ها هو الحيمة ديالنا طابو، شفتو البصلة صافي بدات، بقى واحد شوية اللون. انا شنو غادي ندير، انا شنو غندير، غنشد هاد الخليط هذا من بعد ما تعسل ليا وغادي نكبو على هاد الخليط. ها نتوما شوفوني، عرفتي هاد الطريقة، والله حتى كتجي واعر كترجعو بنين، والله حتى كيجي بنين. الناس اللي كيقلبوا على البنه راه هي كتقلبوا على الزواق، عزلوا كل حاجه بوحده وخلوه يجي يبري، يلمع يبري، علا يبري باقا كتقال والله ما عرفت. المهم ها هو هادشي غادي نخليه يتعلق مع بعضياته مزيان، ومن بعد منها نطفي عليه وندردر عليه شويه زنجلان غادي ناكلو كامل. يلا ايوا دابا باي باي عليكم هاد الساعة. شفتو لك يبق بق يتنفض هذاك البرق واقع، شفتو كيدير، شوف يبق بق دابا هانتوما وبنين والله يتبقتو جا على مزيناتو تبارك الله عليا وخلاص. وقولو راني ما حادكاش، راه عفنا الحلوة اللي داز ديك النار شوية وقعو فيها بعض الحوادث، يعني ماشي مشكلة جات بنينة كليتها والله حتى كليتها كاملة بصراحة كملتها غير أنا ويونس صافي.